وحشتني يا حياتي. ما تخافش، انا مش هسيبك تخرج من هنا الا على ظهرك ان شاء الله. الا بقى زعقلت وسمعت كلامي ونفذت اللي انا عايزه. اللي هو ايه؟ مش فاهم. انك زي ما دخلت حياتي تخرج بره حياتي. ايوه مش فاهم، فسر. هو الواحد بيدخل الحياه ازاي؟ عريان. ها؟ انا بقى عايزك تخرج منها عريان. قلت ايه؟ اه عارفه حلمت ودنك لما تشوفيها. هشوفها في المرايه يا حياتي، وحشتني قوي. كنتش متخيل ابدا انك هتجيلي. عمري ما هسيبك حبيبي يا هشام. ناوي تعمل ايه؟ اعمل ايه في ايه؟ ناوي تكتب بقيه الحاجه باسم ليلى زي ما كتبت المصنع، ولا هتعمل ايه؟ هو ده اللي جابك بقى. هو انت ليه مش واثق فيا؟ مين اللي قال كده؟ كل اللي انت بتعمله بيقول كده. الكلام ده مش حقيقي. ده حقيقي. لما تكتب المصنع باسم ليلى يبقى انت مخونني. ورغم كل ده انا مش هسيبك اهو. حتى لو امك ورا كل اللي حصل ده؟ حتى لو امي هي السبب في كل اللي حصل ده.